حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمه ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد اخبره انه سال عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت ارايت اذا جامع فلم يمن قال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت عن ذلك عليا والزبير وطلحه وابي بن كعب رضي الله عنهم فامروه بذلك